إذن هذا الجانب لا أريد أن أتحدث عنه طويلا، وإنما أحدثكم عن شق آخر، وهو مجموع الأحكام التي أمرنا الله تعالى بها لنكون مسلمين بالتزامها وبتطبيقها وبتنفيذها. هذه أحكام كثيرة يخاطبك الله فيها، قل يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. أمر الله تعالى أشياء، نهانا عن الزور، نهانا عن البهتان، نهانا عن الكذب، نهانا عن أشياء مع الأسف الشديد هي الآن حاضرة فينا بقوة، حاضرة فينا بقوة. نحن لم نعدنا أننا نعتقد أننا نهينا عن الزور، فلذلك نحن ننخرط فيه وننغمس فيه لأتفه الأسباب. مستعيب الإنسان أن يزور نقطة في امتحان زور، حينما تعطي طالبا نقطة لا يستحقها فقد زورت، وقد تكون أنت مسؤولا عن ذلك أمام الله. حينما تشهد شهادة في محكمة أو إدارة عن شيء لم يكن موجودا فأنت مزور. حينما يشهد الإنسان لإنسان فاسق بأنه صالح فهو مزور. حينما يبارك الإنسان فعل إنسان يعرف بأنه ليس من أهل الفضل والدين فقط لأنه تلقى منه درهمات فهو مزور. قد يكون هذا المزور إنسانا متدينا، قد يكون ممن الذين لا يخرجون من المساجد، وقد تأتي لحظة من اللحظات كتلك اللحظات التي يباع فيها البشر بيعا جماعيا فيسترى الناس ساقطين على الأرض لأنهم يتلقون درهمات يبيعون بها شهادتهم ويكذبون على الله ويكذبون على الناس، وهم لا يعتقدون أنهم فعلوا شيئا حراما، بل إنهم يعتبرون أنهم فضلاء وأنهم أذكياء وأنهم شطار وأنهم استطاعوا. هذه كلها دلالات على أن مفهوم هذه الأحكام غير واضحة، وأن الناس يحصرون الإيمان الإسلام في أشياء معينة يختارونها. هم يختارون من الأحكام ما يشاءون، يختارون الصلاة فهم يصلون، ويختارون الصيام فهم يصومون، وفي الزكاة هم يترددون، وفي الحج ربما هم يتجولون، ولذلك تضيع العبادات كلها وتنحصر وتصير مقزمة. فلذلك أقول يجب أيها الإخوة أن نسمي هذه الأحكام. هذه الأحكام في جملتها هي الشريعة، هي الشريعة، أي نحن عندنا العقيدة، أي ما نعتقده ما ذكرته لكم سالفا، وما يجب أن ننفذه وما طلبنا به فهو الشريعة. إذن الإسلام عقيدة وشريعة، الإسلام هو هذا، هو العقيدة ثم الشريعة. هذه الشريعة أمرنا نحن بها، أمر بها رسول الله أن يلتزم بها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. قرأوا هذه الآية قرأوها صباح مساء، خرجوها في التسبيح باش ما تلفوش. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذا الأمر كامل إجمالي أمر به محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا به نحن كذلك بالتبع. إذا فالشريعة هي جملة الأحكام التي ننفذها، ما أمرنا به وما نهينا عنه، وهي كثيرة. والإنسان حينما يريد أن يعرف الشريعة يسأل ويحضر دروس العلم ويسأل عن أحكام كل شيء، وستجدون أن أحكام الشريعة دقيقة جدا. في بعض المرات تحاسبك الشريعة على اللحظة، دقيقة. في الشريعة لها حكم، إذا مات إنسان ومات معه ولده، وإذا عرفنا أن ولده تأخر في الوفاة بعد أبيه 5 دقائق فلهذا حكم. إذا ما عاش الولد بعد أبيه 5 دقائق تأخر فإنه يرث، إذا مات معه في وقت واحد لا يرث، أي 5 دقائق لها حكم. في العقيقة في السابع الفقهاء له أحكام، ما هو السابع الولد ماشي تختار أنت نفسك، السابع هو أن تعق عن الولد في اليوم السابع، ولكن لك لا تعد اليوم الذي ولد فيه إذا ولد بعد الفجر، إذا ولد في الولد بعد الفجر ما تحسبش ذاك النهار، وتحسب النهار بعده وتقوم بعد تعرف السابع ديالو وتقول يولي النهار. إن أحكام الشريعة مفصلة ودقيقة في الأموال في البيوع في المعاملات كلها هي واضحة.